سنة شنو؟ أنا خذيت برنامجين، بدايتي كانت رايكم شباب، كنت أعتبرها أكاديمية أتعلم منها. السنة هذه خذيت برنامج الراي 10 إلى 10، وكان يعني برنامج حلو يعني متنوع. حق رمضان؟ لا مو حق رمضان، مو دورة رمضان. لا ما نزلتي دورة رمضان هالسنة؟ لا احنا نوقف برمضان، ناخذ إجازة وطول السنة شغالين. ما شاء الله تبارك الله. فيعني بالنسبة لي إن رمضان لا تعطوني برنامج، خلوني أرتاح. ما شاء الله تبارك الرحمن. كم عمرك؟ عمري 34 سنة. لا إله إلا الله، ما شاء الله. وعندك بنتين؟ عندي بنتين، واحدة رغد وغلا. يا زين غلا، خلينا نشوف هالفيديو ونرجع حق ريم نجم اللي ويها الواحد ما يمل إذا جاب لك. يا عمري الحمد لله خلصنا عمرتنا. انت شنو حسبات راكبة الجندول؟ شلون عمرتنا ايدك كلها طاله؟ انت للحين قاعده بالحرم، ايدك كلها مبينه الساعه. زين ما يصير، المتابعين قاعد يطلعون لابس حجاب ايدك مبينه. هو في دين غير اللي درسناه؟ يعني تعليقي على هذا الفيديو؟ ايه ما علقت، انا لما شفت الفيديو ما علقت. إيه؟ لانه يعني راح ارد. شنو الموقف اللي صار عشان هو يتكلم يقول كذي؟ انا بدايه الرمضان، هو ترى حتى انا علي معلق فما يهمني. هو على الكل يمشي يتعلق، يعني يبي يعلق يعني على حساب الكل. بالضبط نفس ما قلتيها. بس لما في موقف مثل هذا، اذا انت عندك موهبه النقد او انت تحب تنقد، لا تنقد مواقف بهالشكل. يعني بقول ايه، بما ان الصوره كانت باطار كنت في الحج واول ايام رمضان بالحج بالعمرة، إن شاء الله الله يكتب لي حجة. كنت بالعمرة والله حتى أنا. أول أيام رمضان وبإخلاص رايحة لربي، ما له داعي إن أنت تعلق لي. ولما أنا صورت يعني كنت حريصة إن أنا أتجرد من التليفون، من وسائل التواصل الاجتماعي كلها، لأني رايحة بكل إيمان وإخلاص. هو شنو تعليقه؟ تعليقه إن أنا عقب ما خلصت بالفيديو قلت الحمد لله خلصت العمرة ونزلت العباية لهني. ايه بس هذا عشان كذي علق؟ هذا تعليقه. فانا هني وعبر وعبر شاشتكم راح ارد عليه، ان الذين يرمون المحصنات القافلات المؤمنات لهم عذاب في الدنيا والاخره، يعني بما معنى الايه. فحرام عليه انه هو، يعني انا كنت في لحظه اعتبر محصنه. انت زعلانه؟ مو زعلانه، بس اعتمرتي؟ اعتمرت بس عشان العبايه طلعت؟ طلعت.